خفت تأثير كورونا عالميا، لكنه كان درسا قاسيا، فلا يزال الملايين يعانون آثارا جانبية طويلة الأمد ما بعد الإصابة. منظمة الصحة العالمية ملتزمة ومستمرة في التوصل إلى كيفية ظهور الفيروس الذي غير شكل العالم عام 2020. مدير عام المنظمة يعتقد أن معرفة منشأ كورونا هو واجب أخلاقي. تغريدة جيبريسوس على تويتر يقول فيها إن التقصي عن كل فرضيات ظهور كورونا يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفشي في المستقبل. هناك نظريات مؤامرة واجتهادات حول ظهور الفيروس، وفي أمريكا يسري اعتقاد بأن الجائحة ربما انتشرت نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني، لكن بكين تنفي صحة هذا الكلام.